هذه هادو ديال الوظيفة اللي فيها هاد الأرقام خاصة للوظيفة. فعلى ما تقف علاش غادي يحمي راسو وغادي يحمي الناس الآخرين؟ ممكن تعطي حكم آخر تقول له زيد معليش باش تقول ماشي كيكون داك التسابق في الطريق ممكن تكون أبسط شوية لأن التربط خاصك كتكون غير في الأمن بحال كتجي بحال أنه راه قيد الحرية ديال الناس بحال ملزم عليه بحال مفروض عليه شي حاجة يا مفروض عليه في إطار القانون ولكن هو كيحس بها وما هي إلا ما كان واحد التحية كيقول هذا القيد راه بحال اللي إنسان هو مسلم هذا الرجل هذا إجباري على الرجل إذا الحزام غير مفيد القواعد الصحيحة لعبور الأرض باش تحلو السكر
كنصبوا داكشي اللي عندنا فيه، ونتمنى انكم تكونوا مستفيدين، وكنشكر جميع كل من ساهم بالفريق وبعيد هذه العمالة التأسيسية التوعوية، وغادي نضربوا لكم ان شاء الله موعدا اخر وفي حصة اخرى وفي مواضيع اخرى تخصكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.